وصل الرئيس البكباشي جمال عبد الناصر الى ميدان المناورات الكبرى في المنطقة الصحراوية غرب القاهرة، وبصحبته اللواء اركان الحرب عبد الحكيم عامر وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة. وتصدر السيد الرئيس السرادق الذي اقامته ادارة الشؤون العامة، يحيط بسيادته السادة اللواء عبد الحكيم عامر وقائد الجناح عبد اللطيف بغدادي والبكباشي حسين الشافعي والصاغ كمال الدين حسين وبعض السادة الوزراء ورئيس هيئة أركان حرب الجيش وكبار الضباط والملحقون العسكريون. وأخذ القائد العام يطلع السيد الرئيس على تطورات مناورات الخريف على الخرائط العسكرية وكيف تطورت هذه العمليات، إلى حد أن القوات الخضراء في المنطقة الشمالية قد بذلت جهدها في سبيل رد العدو عن احتلال الإسكندرية ومنعته من شق طريقه إلى القاهرة. ودارت راح المعركة وتقدمت نحو العدو قوة من مشاة الدولة الخضراء يعرضون بيانهم العملي بالذخيرة الحية للقضاء على العدو. البرية والجوية والدبابات في تدمير مواقع العدو. ان جيشا هؤلاء قادته وان شعبا هؤلاء حكامه لا بد ان يسود ولا بد ان ينتصر.